اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. نحن نموذج جميل نمسك تحدي الواقع. صديقتنا الجميله من ضحايا شلل الاطفال. صديقتنا الجميله فقدت القدره على المشي، لكن بارادتها وبعزيمتها بتتحدى كل صعب، بتتحدى الاعاقه بكل شجاعه. صديقتنا نموذج جميل رغم كل الصعوبات اللي بتمر بيها، الا انها سحقت اراده. قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى إعاقتها بكل شجاعة. ابتسامة جميلة مليانة أمل وإصرار، بتتخطى كل الحواجز وبتكسر كل القيود. صديقتنا نموذج جميل للمرأة ذوي الإعاقة، تورينا إزاي هي بقوة إرادتها وعزيمتها بتتغلب على الإعاقة بكل شجاعة، ثقتها بنفسها بتوصل لهدفها.